الجزيرة الرياضية، وأبدأ من صورة الهدف وتسديدة قوية كابتن خالد. والله هو الهدف جاء خلينا نقوله بكل صراحه ضد مجرى اللعب، خاطر ارينا ان غينيا هي اللي كانت ماسكه باول الشوط في توزيعه، ثم اللي اتي من الخلف وتسديده تفكرنا بالتسديده للمنتخب زامبيا، مباراه زامبيا السنغال، زامبيا السنغال اظن، ولا انغولا في